مساء الخير، أنا غيدة مرزوق. ورمضان كريم يا رب على الجميع، وحتى لو قطع أول 10 أيام وأكثر، بيقولوا ما دام عشر بشر. أكيد هالشهر الفضيل إن شاء الله يا رب ينعاد على الجميع بالصحة والخير والعافية. اليوم ما بيسرني أيضا أحكي عن موضوع للأسف بعده شغلنا بالنا كلنا، بعده الكارثة اللي عم تلف العالم كلها، إنما مع شخص قدر ينجح ويخرج من بلده الأم ويروح إلى أمريكا لحتى يقدر يحقق النجاح الكبير على صعيد الطبي، وخاصة هلأ بهالمرحلة الصعبة اللي هي مرحلة الكوفيد 19. اليوم معي من سان دييغو دكتور رائد الناصر، وهو طبيب أردني وهو اختصاصي بالأمراض الصدرية والتنفسية وأيضا العناية المركزة. دكتور رائد مساء الخير. مساء الخير ست غيدة، شكرا كثير على الاستضافة اللطيفة هذا المساء. رمضان كريم وينعاد عليكم بالصحة والعافية والسلامة إن شاء الله. يا رب على الجميع اكيد. ونحن دائما انا من خلال حضرتك، لانه كل ما عم يتسنى لنا نلتقى بطبيب، اول شيء بنقول له فعلا انه يعطيكم الف عافيه، بنقدم لكم كل الاحترام وكل التقدير، لانه انتم عم بتكونوا بالخط الاول، يعني انتم خط الدفاع الاول اللي عم تحمونا، اللي عم بتساعدوا قد ما بتقدروا، وانتم ايضا عم بتكونوا اكثر عرضه لتلقطوا المرض من الاشخاص المصابين، وايضا للاسف يعني ما تكونوا كمان لا سمح الله تحملوا معكم على بيوتكم وتعرضوا عائلاتكم. بس قبل ما نحكي عن مرحلة الكوفيد 19، أنا بدي أعرف المشاهدين أكثر على دكتور رائد الناصر. رائد، أنت خرجت من الأردن اللي عشت فيها بدايتك أول شيء من أنت وصغير لغاية انتقالك إلى أمريكا، خلينا نعرفهم أكثر عنك. شكرا سيد غالي. أولا أنا نشأت وولدت في الأردن، في شمال الأردن، في مدينة اسمها إربد، ما بعرف إذا تسمع عربي فيها. مدينة طبعا بفتخر فيها، بنسميها عروس الشمال الأردني. وإذا صح لك فرصة تزوري الأردن، تزوري إربد بالتحديد، بدي أحكي لك على منطقة حلوة كثير في إربد إذا زرت فيها، منطقة أم قيس. إذا بتروحي على تلك المنطقة بتشوفي 4 دول عربية من منظر واحد. بتشوفي الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين وبحيرة طبرية وهذه المنطقة الجميلة. يعني هذه أنا بالنسبة لي طبعا تعطيني انتماء للمنطقة العربية كلها، والأردن منطقة إربد اسمها أم قيس. هذه المنطقة مشرفة على 4 دول عربية، على سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، بتطل مباشرة على بحيرة طبرية، منطقة جميلة جدا، بتدل على وحدة بلادنا العربية وخاصة بلاد الشام. فهذه المنطقة لها دائما تأثير في قلبي، عشان هيك أنا حتى لما جيت على الولايات المتحدة الأمريكية بعدي عندي الشعور هذا، الشعور العروبي القومي اللي أنا بركز فيه دائما. فمن هون يعني انا بحييكي انت اللي عم تبرزي الوجوه العربيه المهاجره في الولايات المتحده وفي كندا. هذا جهد كبير، وهذا طبعا برضه بدل على هذه الروح التي انت تتحلي فيها. شكرا تسلم. يعني هذا اقل شيء، لانه انا فعلا بنبسط وبكون كثير سعيده وفخوره لما بعرف انه شخص عم ينجح بمكان معين وعم يلمع، لما بيقولوا انه هيدا طبيب عربي، هيدا مهندس عربي، هيدا فنان عربي، هيدا موجود مثلا بمكان بعيد اللي هو مثلا مثل كندا او شمال امريكا، بنعرف انه التحديات بتكون بعد اكبر ومش سهل عليه انه يقدر يثبت نفسه. لهالسبب انا بس كان عم بيقعم، يعني لما عمار قعدان كمان ذكر اسم حضرتك دغري قدامي، وانا فتشت على حضرتك كمان وشفت قديش عندك انجازات، قلت ما معقول ما اقدر غطي الشغل اللي عم تشتغله كمان انت دكتور رائد. يعني فعلا هيدا الشيء اقل شيء انا اقدر اعمله، انه كون جسر وصل ما بين العالم العربي اللي عرفني كل هالسنوات الماضيه، وايضا الاشخاص اللي عاشوا معي كمان من زمان وقت اللي بلشنا نطلع على امريكا وكندا من اول سنوات البث تبع التلفزيون. بقى بالنهاية أنا بدي أحكي شغلي، إنه أنت كمان تركت مثل ما كنا عم نقول إنه تركت الأردن بال 94 بعد ما تخرجت من الجامعة. نعم، أنا درست في جامعة بالأردن اسمها جامعة العلوم والتكنولوجيا، خرجت سنة 92 وعملت هناك حوالي سنتين قبل ما يعني سفري إلى الولايات المتحدة. أول شيء دخلت في مجال اسمه الانترنال ميديسن، الطب الباطني، عملت تخصص في هذا المجال 3 سنين، أخذت على إجازة البورد الأمريكي في الأمراض الباطنية. نعم. ومن ثم كملت وواصلت في تخصص أو تخصصين مختلفين، هما تخصص الأمراض الصدرية ومن ثم العناية المركزة. والحمد لله أموري تيسرت وانتقلت بعد هذا المشوار التخصص إلى ولاية كاليفورنيا. نعم. في هذه الحالة تعرفت على زوجتي الحالية الآن ليلى، وهي أيضا طبيبة. نعم. الى كاليفورنيا، بالتحديد مدينه لوس انجلوس في البدايه. وبعدها باي مجال ليلى كمان طبيبه؟
هي طبيبة أمراض باطنية برضه، بس اها في نفس المستشفى، ويعني اللي أنا بشتغل فيه طبعا، والناس نفس المجموعة، نعم فهي شريكة حياتي، وأيضا برضه يعني في العمل زميلة عمل كمان. طب هون بدي احكي شغله، يعني هلا قبل ما نوصل لموضوع الحديث الحالي، انه موضوع الحجر الصحي كمان اذا فينا نقول هلا اللي كل الناس عم بيعيشوه، يعني حضرتكم هون اثنيناتكم اطباء، يعني اثنيناتكم كمان بنفس المستشفى، يعني عايشين حياتكم كلها بالمستشفى سوا، لانه بنعرف قديش هلا عم بيصير مشاكل بين الكابلز اللي عايشين كل وقت الحجر الصحي مع بعضهم، وعم بيصير في بعض تزايد باعداد حالات الطلاق، قد ما كلهم ما حدا عم بيطيق حدا بقى كمان قديش صعب عليكم انتم، يعني بالحياه العاديه انتم اوريدي كمان شغلكم بسبب سبب المستشفى، وبترجعوا بعدين الى اولادكم الثلاثه الله يخلي لكم اياهم بالبيت. بدي احكي لك شغله، انه احنا بنشوف بعضنا بجوز بالمستشفى اكثر من البيت مرات. اها بدلي عاملين شيفتس يعني بالبيت كثير يعني. عاملين شيفتس اكثر مع بعضكم يعني بالبيت نعم؟ عاملين شيفتس مع بعضكم بالبيت يعني بقول لك بنشوف بعضنا بالمستشفى اكثر من البيت، لانه عاده يعني وقت الشغل مو طويل، مرات يعني البيت بيكون وقته قصير، يعني بيكون الواحد بيرجع باخر النهار تعبان، بفوت بتعشى وبجوز بنام، بس بس يعني بس هي طبعا هي برضه لها مسؤوليات ثانيه، مسؤوليات أكيد البيت يعني برضه مسؤوليات كبيره بالنسبه لها. أكيد تحياتنا لإلك أكيد، وأكيد لعملها الكبير، لأنه أكيد مش سهل كمان، يعني عملها الطبي بيكون متطلب جدا، وتربية 3 أولاد أيضا مش سهل أيضا بأمريكا. بدي أحكي هلا عن الواقع اللي نحن عم نعيشه هلا للأسف الشديد، يعني وجودك أيضا بسان دييغو هلا بظل الأزمة الكبيرة اللي عم نعيشها، واللي هي هالكورونا اللي لف العالم كله وشغلنا بالنا، وكلنا هلا بنحكي بالكورونا وبنحكي ما قبل الكورونا وما بعد الكورونا، صار هو لحاله مثل ما بيقولوا هيك يعني تاريخ واحد اساسي بحياتنا. قديش فعلا هيك الحاله عم بتواجهوها بنوعا ما بطريقه مريحه بالمستشفى، وقديش عم تقدروا تواجهوا الحالات، لانه بنعرف قديش في تزايد كبير للحالات ايضا بامريكا. في حالات يعني احنا دخلنا مرحلة يعني بجوز شوية كنا محظوظين انه تأخرت عن الحالات اللي شفناها بالساحل الشرقي وبنيويورك والمناطق، الحمد يعني لله بجوز اسبوع، يعني بعد اسبوع من ما شفنا الأزمة هناك، كان يعني الاستعداد عنا الحمد لله أفضل من ناحية استعداد الولاية نفسها والمقاطعة سان دييغو، وحتى المستشفى كان في استعداد أفضل. الحمد لله بلشت اجراءات اللي يعني السوشيال ديستانسينج، التباعد الاجتماعي، والريستريكت يو نو كول ات ستي هوم اوردر، بجوز قبل اسبوع من نيويورك. فالحمد لله بجوز هاي الاشياء يعني ساعدتنا شوي بتخفيف حده الحالات في منطقتنا. لكن بعد في حالات موجوده بنشوف كل يوم بالمستشفى، والحالات طبعا الحالات اللي بنشوفها بالمستشفى خاصه بالاي سي يو حالات صعبه، يعني من اصعب الحالات، أكيد يعني أكيد الحالات السهله احنا ما بنشوفها، بتكون يعني اذا كانت بالمستشفى بس احنا ما بنتابعها، وفي اكثر الحالات طبعا بتكون بالبيت او بتعالج برا. لكن في الحالات الصعبه اللي بنشوفها بالاي سي يو حالات يعني خطيره، ويعني طيب إذا دخل في هذه المرحلة يعني نسبة النجاح مرات تتعد، يعني إذا كان محظوظ المريض يعني 30 40% بيمشي، بس لكن في مرضى يعني ما حالفهم الحظ طبعا للأسف للأسف. فلكن يعني نحن كنا مستعدين. في أول الأزمة كان في خوف وفي قلق وفي توتر طبعا من الجميع، من أي إنسان بيتعامل مع هذا المرض أو مع المرضى، كان في طبعا نوع من الخوف، خاصة كان يعني في عندنا مشكلة المعدات الحماية الشخصية، كانت يعني نعم في الفترة يعني غير متوفرة بشكل كفاية، أو إجى الوباء بشكل زي ما تحكي مفاجئ، ولسه احنا مش فاهمين الموضوع بالضبط كيف المرض يعني كيف بينتقل، وكنا يعني في حاله تخوف يعني بالاول. أكيد لكن أكيد بعد ما شفنا الحالات بلشنا نشوف اول باول كيف عم يعني عم نتعلم، تعلمنا من المرض، تعلمنا من الحالات اول باول، وهلا صار يعني روتين بس مختلف شوي عن الحياه العاديه، مختلف طبعا يعني مش نعم بالروتين اللي كنا نمشي فيه كل يوم. أكيد يعني الحالات يعني هلا بلشت الحمد لله برضه تخف دخول الحالات، ويعني الوضع اصبح تحت السيطره.
في منطقتنا بالتحديد. الحمد لله. طب هلا كمان اذا بدنا نحكي عن موضوع يعني قصه هلا لما عم بيصير فك نوع من الحجر، يعني نوع الحجر الصحي تدريجيا بكثير بكثير مناطق، يعني هذا الشيء عم بيصير كمان. وهون هذيك مره كنت عم بقرا كمان هيك تقرير انعمل عن سبانيش فلو يعني بال 1918، يعني عم نحكي من 100 وسنتين تقريبا صحيح. وقت اللي انعملت اول ويف، ورجع قالوا انه في قديش 50 مليون شخص وقتها قتل من ورا هالفيروس الخبيث، ورجع بعدين ظهروا كل الناس ورجعوا عاودوا حياتهم الطبيعيه، وللاسف رجعت حالات مع السكند ويف، رجعت والثيرد ويف، ثالث ويف كمان بعد اقوى بكثير. قديش كمان هون لما واحد عم يرجع يفك الحجر الصحي بده يفكه بطريقه كثير مدروسه لحتى ما يرجع للاسف الشديد يعاود المرض بشكل اكبر واخبث. صحيح، يعني هاي يعني الفكرة إنه نرفع الحجر الصحي تماما ونرجع لحالة طبيعية ما قبل بداية كورونا، هذا يعني راح يكون له نتائج كارثية. نعم فطبعا لازم تكون العملية مدروسة بشكل يعني مهني، يعني فتح الحياة اليومية بشكل تدريجي في الأشياء الأساسية بالأول، مع يعني لسه يعني حتى يعني تجمعات كبيره المفروض يعني بالنسبه لل ما تفتح الا بهذه المرحله، يعني مثل المباريات الرياضيه، الكونسرت. إيه. حفل يعني كل شيء كبير، كل شيء جمعات أكثر من 10 أشخاص، 20 شخص. انا إيه. بركز في المرحله الاولى على برضو على الناحيه الصحيه، على انه مثلا في الفتره الماضيه في يعني اوكي صحيح اننا عم نركز على مرضى الكورونا لكن في مرضى ثانيين برضه يعني ممكن حالتهم يعني ما بتسمح تستنى كثير، يعني اللي عنده ضغط وسكري بده متابعه، في ناس عندهم كانسر لازم يعملوا عمليات جراحيه او كيموثيرابي او من هذا القبيل، يعني فهذول لازم يكون لهم الاولويه. الاطفال نعم بدون مطاعيم، يعني كيف الحياة بدها يعني ترجع شوي شوي بأول وتعطي برايورتيز أولويات. هاي بالنسبة للقطاع الصحي. بالنسبة للحياة الاجتماعية ثاني كمان، يعني هناك الأشياء الضرورية لازم تكون بالأول، بعدين إذا شفنا إنه الوضع مستقر وما زادت الحالات، ما ارتفع المنحنى مرة ثانية، there is no other you know spike، ممكن نوصل للمرحلة الثانية. لكن صعب في عدم وجود دواء فعال لغاية الآن نعم وعدم وجود لقاح فعال، يعني هاي الأمور يعني نحكي عنها بكثير إنه نرفع حالة العزل هاي بشكل مفاجئ. فبدها تكون الشغلة مدروسة تدريجية، وأعطي الخبز لخباز زي ما بيقولوا، يعني خلي صحيح العلماء الساينس اللي هم الأخصائيين في الأمور الإبيديميولوجي والوبائيات والأخصائي الطب هم يعطوا يعني النصيحة قبل ما قبل ما يرجع يفتح المجتمع كله على بعضه. طبعا صحيح صحيح في ضغط، طبعا يعني مفهوم، يعني احنا ما بننكر انه يعني هذه الاجراءات اثرت على حياة الناس واثرت على الناحية الاقتصادية بشكل كبير، يعني يعني انفسنا بنشعر في هذا من الناحية الاقتصادية والناحية النفسية كمان، يعني الواحد خلفه في البيت وما يطلع، خاصة الأطفال، يعني الأطفال بالنسبة لهم يعني يعني اشتاقوا للمدرسة، اشتاقوا يشوفوا أصحاب، يعني أصحاب في أشياء كثير يعني منتل أو سايكولوجيكال، يعني إحنا يعني لسه ما عم يعني ننتبه لها، بس في المستقبل لازم كمان ننتبه للأشياء هاي. فهذول برضو عندهم وجهة نظر، بس لكن يعني بالنسبة لنا احنا بنحاول نحافظ على حياة الناس، حياة الناس هي الأهم هي الأهم. بس برايورتي، وبعدين تيجي شوي شوي الأشياء الثانية. صحيح صحيح. يعني مثل ما ذكرت ايضا كمان دكتور، يعني هون بالنسبه لموضوع الاطفال وبالنسبه للاشخاص المسنين وبالنسبه للاشخاص اللي عندهم مناعه ضعيفه، او الاشخاص اللي للاسف عندهم امراض خبيثه مثل السرطان، او اللي عندهم امراض مزمنه سكري ضغط وكل هالامور ايضا الاخرى، هدول الاشخاص عم بيتعايشوا مع حياتهم قبل دخول الكورونا حتى على حياتهم يعني كمان. بس هون كمان لما عم يقولوا انه بيرجع يفكوا الحظر او الحجر الصحي اذا فينا نقول عن الاشخاص، انه ممكن الاطفال هن مثلا اللي يرجعوا على المدارس، يعني الاصغر يعني الاشخاص الاطفال بعمر صغير تحت 3 سنين حتى يقدروا يرجعوا شوي يعاودوا نشاطهم الطبيعي. وحتى كمان قديش في اشخاص بعدهم يعني فينا نقول انه بيكونوا يعني اي سيمتوماتيك، انه ما عندهم ما بيبينوا عوارض عليهم، او قديش العارض بعضه بيظهر على هالاشخاص، كيف نقدر دغري نلقط انه نقول انه هذا الشخص ممكن يكون عنده كورونا. صحيح، هم هاي هي نقطة برضو مهمة، انه
الأشخاص اللي بتظهر عليهم الأعراض نعرف نلاقيهم مضبوط، نعملهم الفحوصات، بعدين نشوف الدائرة اللي حول هذا الشخص، مين هن الناس اللي تخالطوا فيه، ونعمل تقصي وبائي يعني محكم، نعرف وين راح، وين إجا، مع مين اختلط، كذا كذا إلى آخره، كم يوم مع هذا الشخص. فهاي الأشياء مهمة، لكن هاي الأشياء مو بالسهولة، صعبة جدا، يعني تتطلب، يعني تتطلب جيوش من العاملين، عارف كيف؟ طبعا هناك يعني ممكن التكنولوجيا الحديثة ممكن تساعد يعني في هذا الموضوع، لكن لسه بتتطلب يعني أعداد كبيرة من العاملين في هذا المجال، وجوز ما عندنا الأعداد الكفاية هلا، فبدنا ندرب يعني الناس جوز ما كانوا يشتغلوا في هذا المجال، بدك تدربيهم كيف يتعاملوا مع هاي المشكلة، نعم فالعملية تصير وبائي. فإذا مثلا يعني أنا بسمع إنه في نيويورك في كل يوم في حوالي 4000 حالة جديدة، طب كم 4000 حالة جديدة؟ قديش بدك تشوف مثلا هدول حجم الفرق اللي راح تعمل تقصي وبائي، يعني كم صحيح. يعني أنا نحكي عنها بهيك إنها أوكي، بس هي من ناحية عملية راح تكون صعبة كثير. كثير صعبة، كثير صحيح صحيح. هون يعني أنا بدي أحكي كمان قبل ما أختم معك دكتور على موضوع كمان التستات اللي عم تنعمل، يعني كمان قديش عم بيكون في أعداد كبيرة ووافية لحتى تقدر تغطي كل المجتمع مثلا عندكم بسان دييغو، وقديش كمان عم تقدروا تحاولوا قدر المستطاع، يعني مثلا شخص أوقات يرجع يقول إنه أنا عم بشعر مثلا بضيق التنفس، بضيق تنفس بقصه العوارض اللي كنا عم نحكي عنها بالبدايه، يعني كمان انه هلا ممكن ترجع تظهر عليه كمان، لانه بنقول انه اذا قطعنا هال 14 يوم ممكن شوي نتخطى، يعني 14 ورا 14 ورا 14 صاروا قاطعين. بقى كل هالامور ايضا كيف واحد عم يقدر يحطها على خط تقدر تكون ماشي بالسكه الصحيحه. هلا الفحوصات يعني بالنسبه للناس اللي عندهم اعراض ما في مشكله، يعني اذا انت عندك اعراض لا سمح الله تقدر تحكي مع الطبيب او تروح على مركز مختص ويعمل الفحص بسهوله، ما في مشكله. هلا الخطوه الثانيه انه اللي يعني نعمل فحص للجميع، اوكي، هاي هون اصعب شوي لانه مكلفه، بجوز ما يعني لحد الان ما في يعني اعداد الفحوصات الكفايه، الكتات الكفايه، فبتضل هلا يعني المرحله الاولى انه اللي عندهم اعراض. ثاني شيء هلا في المرحله اللي ممكن يدخل اللي بيدخل المستشفى، اني ون هو جيتس ان ذا هوسبيتال، يعني اي واحد بيدخل المستشفى ممكن نعمل له فحص حتى لو ما كانت يعني اعراض كوفيد 19، مو شرط، بس لانه على الاقل في المستشفيات في متوفره هذه الفحوصات. الخطوه الثانيه برضو اللي هي فحص الانتي بوديز، الاجسام المضاده، يعني هاي لسه يعني بعدها ما انتشرت بشكل كبير، عم نتامل انها تنتشر، كل يوم بيحكوا لنا انه يعني اوكي ات ويل كام ات ويل كام، بس لسه لغايه الان يعني محدوده. ليش؟ لاسباب كثيره، اول شيء انه في اكثر من فحص، اوكي، والحكومه او الاف دي اي ستيل يو نو وانس تو ابروف سيرتن تيست، تتاكد انه هذا فحص دقيق، لانه ممكن برضه في فحوصات تجاريه كثير يعني منتشره، لكن مدى دقتها يعني مشكوك فيها، يعني هنا اشياء بوزيتيف بس اتس نوت ريلي ترو بوزيتيف وين يو كول ات نعم بوزيتيف. ف يعني لسه هذه فحص الاجسام المضاده الانتي بادي ستيل يعني ما انتشر بالشكل اللي احنا نتامله، نعم بنستنى خلال جزء اسبوعين او شغله زي هيك تكون يعني توفر بشكل احسن، بحيث انه نعرف حجم انتشار المرض بشكل اكبر، يعني لانه اذا لو عرفنا انه انتشار المرض موجود بشكل اكبر وفي ناس يعني اي سيمتوماتيك ما عندهم اعراض او اوريدي تعافوا، يعني على الاقل بيعطينا فرصه، بيعطينا يعني نوع من الاطمئنين انه اوكي ات از نوت ذات باد، يعني نعم مش شاد شاد صحيح يعني، فهون يعني بيعطينا شيء من الطمانينه على الاقل، انه يعني اوكي في ناس كثير انصابوا فيه بس ما مرقوا ب يعني فتره صعبه. صحيح الحمد لله. مرق اوقات يعني عليهم بطريقه هيك سهله وقدروا يتخطوها، وان شاء الله يا رب تكون هيدي الحاله لكل الاشخاص اللي عم يتعرضوا لهالمرض ويقدروا فعلا يتخطوه، لانه مثل ما ذكرت يعني اوقات بتكون حسب الحاله كمان، اوقات في حالات بتقطع بشكل كثير سهل واوقات للاسف بيكون حظهم كثير كثير سيء وما بيقدروا حتى يتمهلوا للشفاء ايضا. انا بالختام بس بدي اختم معك، عطوا مثلا بسان دييغو عطوا تاريخ امتى راح كمان يرجعوا يعملوا دي كونفاينمنت مثلا للناس، انه يرجعوا يفتحوا نوعا ما المؤسسات وكل هدول الامور، هلا عطوا تاريخ معين بامريكا؟ لا لسه، بس يعني بجوز الاسبوع الجاي راح يكون في رفع بسيط عن اجراءات التقييد الاجتماعي، يعني لسه هلا في سان دييغو وعموم كاليفورنيا لسه الاجراءات موجوده،
لكن بجوز الأسبوع القادم يعني يكون في تخفيف، برضه تخفيف تدريجي. احنا عندنا الولاية من أو حاكم الولاية من هاي الناحية بالعكس الشديد كثير، وإلا في احتجاجات طبعا ضد حاكم الولاية، وإنه في ناس بدهم يرفعوا هاي الإجراءات بشكل أسرع. لكن هو يعني انا يعني اعتبر انه يعني عم بعمل الشيء الصحيح بالنسبه صحيح لي. صح، ما هيدي هو هون كمان، هون اللغط كمان بموضوع قصة انه التظاهر ضد الحجر، هو هذا الشيء بالعكس مش لازم يصير اكيد، لانه هو مفروض يصير اكيد انه يبقوا بالبيوت، بس لانه الناس مش معوده خاصه بامريكا انه تصير يعني يصير عليها حجر وتقعد ببيوتها. ايضا انا بدي اقول انه حضرتك كمان رئيس النعمه ايضا بتشابتر تبع سان دييغو، اللي هي موجوده بعدد من الولايات بامريكا، بس حضرتك لتشابتر سان دييغو انت الرئيس تبعها، وبتشتغلوا مع الجاليات العربية على الصعيد الطبي كمان أيضا، ما هيك لحتى نختم معك بهذا الموضوع. صحيح صحيح، يعني احنا في الجمعيه، هالجمعيه تشمل جميع العاملين في الرعايه الصحيه من اطباء واطباء اسنان وصيادله وممرضين والى اخره. من خلال هذه الجمعيه احنا بنحاول ان نساعد المجتمعات العربيه في منطقتنا بالتحديد في توصيل التعليم الصحي والثقافه وكيف منع الامراض، وإلا نشاطات اجتماعية كمان، اجتماعية وثقافية وفنية. يعني إذا في مجال مرة ثانية ممكن نحكي معها بالتفصيل. هدفنا برضو تعزيز يعني الثقافة العربية في بين أفراد الرعاية الصحية من أصول عربية، نعم وأسباب خاصة اللي مثلا الجيل الثاني اللي ما كان يعني له اتصال في العالم العربي. فاحنا من خلال انشطتنا الثقافيه والاجتماعيه والطبيه دائما نحاول ان نعزز يعني هذه الصله بالعالم العربي، يعني صحيح، ارتباط الجيل الجديد يعني خاصه في هذه المرحله يكون في لهم ارتباط في الثقافه العربيه والحضاره العربيه. أكيد، خاصة لو حضرتك دايما بعدك مرتبط ببلدك الأم بالأردن، وبعده عندك زيارات دائما وتقريبا سنوية إلى الأردن مع العائلة، لزيارة العائلة وأيضا زيارة الوطن الأم اللي هو الأردن. نحن كثير مبسوطين باليوم بلقائنا معك، فعلا أنا اليوم بدي أوجه لك كل التحية لحضرتك لإلك ولكل الطاقم الطبي معكم ولكل الفريق الطبي والعامل اللي عم يشتغل بكل المستشفيات، يعني من فريق التنظيفات لأكبر طبيب وأكبر مسؤول بحيالله مستشفى، لأنه فعلا أنتم اللي عليكم التقل الكبير وانتم اللي عليكم الهم الكبير. اذا فينا نقول شكرا كثير لكم لحمايتنا ولاهتمامكم فينا. اهلا وسهلا فيك دكتور رائد، ويعطيك الف الف عافيه. شكرا ست غايدة على هذه الاستضافة الحلوة والجميلة، وأنا كثير شاكر إليك لجهودك وفي تعريف المشاهدين والمستمعين إليك في يعني في الناس العرب الأمريكيين يعني واللبنانيين والجميع أقل شيء، هيدا أقل شيء، أقل شيء، بالعكس أنا بعرف قديش أنتم عم تشتغلوا، هيدا الشيء أقل شيء أنا أعمله، واجبي كلبنانية وكعربية وكصحفية وكشخص بحب الناس، وبيعرف قديش أنتم عم تشتغلوا وعم تعطوا من قلبكم، أقل شيء هيدا الشيء أنا أعطيه لحتى أكون أنا صوتكم ووصل صوتكم لكل الناس. شكرا كثير لك دكتور رائد الناصر، الطبيب والأخصائي بالأمراض الصدرية والتنفسية وأيضا الأمراض والعناية المركزة من سان دييغو من أمريكا. أهلا وسهلا فيك لهاللقاء، تحضروه وتحضروا كل اللقاءات الأخرى اللي عم قوم فيها، فيكن تعملوا سبسكرايب على اليوتيوب شانل لإلي غيدا مجذوب، وأنا بشوفكن بلقاء جديد.